السلام عليكم، صباح الخير. كده بخير. شوفوا اليوم الحرم كدير، المسعى خاوي، شوف الطواف خاوي، وكذلك الكعبة، الطواف اللي عند الكعبة شوف خاوي الدنيا قليل، ما كاينش كاع البشر. أول مرة تنشوفوا الحرم بالطريقة هذه بعد ما طبقوا منع الحجاج ولا المعتمرين الدخول لمكة، وهذا الدور الأول اللي فيه العربات ديال العربات. شوف خاوي تاهو قليل 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 قليل، شوفها هنا موالفين كتلقى العربات بزيادة. شوف يلاه واحد جاي هنا، هذا الدور الثاني، تبقى فيه غير العمال. شوفها